أكيد سالي محطتنا هلأ مع فن وأبداع التقاط الصورة، معانا مصور سوري شاب برغم صغر سنه لأنه استطاع يثير الجدل بكل صورة وحكاية بتلتقطها عدسة كاميرته، فلما صور الحب والفرح والسعادة برغم الجرح حكى عن رسالة التحدي يلي بسوريا رغم الحرب. كثير من وسائل الإعلام الأجنبية تناولت صوره وحاولت تعرف سر هالصور، بس الحقيقة سلمى أنه هو جمع عناصر صورة موجودة ببلده ببساطة ليقول للعالم نحن هيك بسوريا منعيش منحب ومنفرح رغم كل الألم، في مطرح للبسمة وفي مطرح للحياة، ولهيك نحن انتصرنا وعم ننتصر بهمة حماة هالأرض يلي بيحمونا. عم نحكي عن المصور الشاب جعفر مرعي ابن مدينة حمص. يسعد صباحك وعيد مبارك. صباح الخير، ينعاد عليكم يا رب. ينعاد عليك صباحك جعفر. صباح الخير. صباح يعني الخير. بالبداية هيك وانت جاي من حمص لتكون معنا اليوم بعيد الأضحى، كيف أهلنا بحمص وهي بلشت خلينا نقول تتعافى من الإرهاب بشكل كتير كبير وصرنا نشوف عودة الحياة، لكيف العيد بحمص؟ أكيد العالم كله مرتاحة ومعيدة، المحلات كلها فاتحة، الجو كتير حلو، الحمد لله. نحن هلا هذا عيد النصر، نحن كمان أكيد عيد النصر لسوريا جميعاً. أكيد جعفر أنت مو أول مرة بتكون ضيفنا، برغم صغر سنك قدرت توصل لهيدي المرحلة من خلال فنك، من خلال إبداعك، من خلال موهبتك، هذا الشيء قديش عم بيشكل عندك دافع وطموح لسه للأعلى؟ أكيد دائما، هلا الواحد بس ينجح لازم يحافظ على هذا النجاح، والأصعب إنه نحن نحافظ، يعني عملنا شيء حلو بس لازم نعمل الأحلى لحتى نحافظ على الشيء الحلو اللي عملناه، لحتى دائما نكون عند ثقة الناس فينا. فإن شاء الله خير دائما، نحن لازم نشتغل والإرهاب يعني كان مادة رئيسية لازم نشتغل عليه، لازم نزرع البسمة بين هالدمار يلي كان موجود بكل منطقة بحمص أو بسوريا شامل. أكيد جعفر، يمكن مثل ما حكيت هذا هو السر، أنه برغم من يمكن الإرهاب أو الأعمال الإرهابية يلي استهدفت الحياة بسوريا، ولكن كل مكان كان فيه بسمة إصرار وتحدي وأمل، هذا الشيء شفناه بصورك يلي أثارت جدل، صور العرسان اللي كان العروس ببدلة العرس والعريس هو ضابط أو جندي بالجيش العربي السوري. يمكن لهلأ وسائل الإعلام الأجنبية بالذات كثير بتسألك عن هاي الصور، شو أكثر شيء يمكن داولتها وسائل الإعلام حول هذا الموضوع؟ هلا تداولت وسائل الإعلام إنه يعني كثير استنكروا هالعمل هذا واعتبروه إهانة للناس. استغربوا واعتبروه إهانة للناس الساكنة بهال أو الناس اللي طلعت مظاهرات أو بهيك شيء ما بعرف، بس دائما نحن لازم نحارب كل الوسائل يلي نحن بتنتقدنا، لانه نحن لازم ندافع على بلدنا، لازم ندافع على قضيتنا، لازم نزرع دائما، لازم نضحك نتفائل، لانه سر قوه الشعب السوري بالتفاؤل والامل يلي عايشينه نحن دائما. يعني جعفر رساله بكل اشكاله، طبعا من ضمنها التصوير، انت قدرت توصل رساله من خلال لوحه او صوره فوتوغرافيه وراها دمار وركام ولكن بصيغة جديدة، شو كان الهدف من رسالتك؟ غير بالحب ما بتعمر سوريتنا، هذا الهدف. الهدف هو زرع الأمل، أنا حكيت عنهم بكل الوسائل الإعلام اللي عملت معي، غير بالأمل والتفاؤل والبسمة والضحكة نحن ما بنقوى. أكيد يعني جعفر رح نروح سوا مع مشاهدينا ونذكر بهي الأعمال، نشوف مشاهد لحضرتك وأنت عم تشتغل وأيضا صور من أرشيفك ونرجع. أوكي.
يعني يا جعفر، بعد ما تابعنا هالكليب الصغير لإلك عرفنا انه سافرت لخارج سوريا لبعض البلدان. دائما السوري بهيدا الفترة بالذات بيستغربوا منه برات البلد، بينسأل كتير اشياء. شو سألت؟ هلا هي انا طلعت تجربة لشركة اسمها بيتا بيكسل، هي شركة اللي عدت مقرات بكل الدول، وطبعا اكيد كان في اسئلة كتير، وكان في منها الايجابي وفي منها السلبي، والايجابي الحمد لله اكثر من السلبي. في عالم من الحقودين صاروا يحكوا ما قدرت انت توضح هذا الشيء؟ اكيد. هلا دائما اي صورة نحن عم يعني كمان الاعلام عم يعرضها، وكثير ناس عم تشوفها، فيعني استغربوا انه عن جد هيك العالم عايشه بين الدمار، عم يصير في عرس عن جد؟ يعني انت عم تخترع هذا الشيء ولا هذا الشيء عم يصير؟ قلت له لا والله موجود، وانا عملت 3 اعراس يعني مو عرس واحد. العرس الاول عملته قبل الشهر 12 من 2016، والعرس الثاني عملته ب 28/12 قبل راس السنه بيومين، وهذا اللي اخذ لهو لانه لعسكري عرفت شو، وعملت باقي الاعمال كمان. فالحمد لله في منهم اقتنعوا، وفي منهم بحبوا بلدنا كثير يعني، ودعوا لنا بالخير. اكيد. يعني جعفر خلينا ندخل شوي ونحكي بقى بالاختصاص بالتصوير فوتوغرافي. كل جلسه تصوير لها مكونات لنجاحها، شو اهم شيء بتستند عليه لتنجح جلسه التصوير الخاصه فيك؟ هلا مكونات التصوير شكليا عديده كثير حسب انت شو بدك تصوري او الفكره اللي ببالك، بس خلينا نحكي عن مضمونها او العناصر الرئيسيه اللي فيها. هي عباره اي صوره هي عمل فوتوغرافي بالنهايه، يعني انت عم تشاهدي عمل فوتوغرافي، واي عمل لازم له اساسيات. فالاساسيات هي اداه التصوير، هي الكاميرا. كمان عندنا ما فينا نصور بدون الاضاءه او الضوء، لازم يكون مترافق معنا وين ما كان، والهدف او الشيء المراد تصويره او انت شو بدك تصوري. وكمان ما بدنا ننسى المصور الفوتوغرافر يلي بينسق بين هدول الثلاثه. يعني اي صوره هي نتيجه عمل فوتوغرافي بتنسق بين هدول الثلاثه العناصر. جعفر مؤخرا كان لك بعض لصور الاطفال، فرحه الاطفال بالعيد كانت الصوره حقيقيه بعد الانتصارات يلي طبعا حقق جيشنا بحمص. كيف لقيت الاجواء هي السنه؟ كثير حلوه، وانا انبسطت لانه رجعت من برا البلد يعني مالي 25 يوم، فحبيت اشتغل شيء يعني ما بدي ضل قاعد، حبيت اشتغل شيء، والحمد لله رب العالمين رجعت لقيت العالم اللي ما كانت ساكنه رجعت ساكنه ومعيده ببيوتها يعني. حلو. هذا الشيء يمكن اللي قدرت تعكسه من خلال صورك يلي عم بتمر معنا، صور الفرح، صور العيد والبهجة عند الأطفال بحمص. جعفر خلينا نحكي شوي اليوم، جعفر بين الهواية والاحتراف وين بتلاقي نفسك أكثر؟ هل تعتبر نفسك هاوي للتصوير أم صرت شوي بلشنا بالاحتراف؟ لا أنا ماني محترف، أنا ما بقول أني محترف، وأصلا ما بعتبر أي حدا ممكن. هلأ التصوير هو فن مثله مثل الغناء، مثل الموسيقى، مثل اي فن، واي فن ما فيك انت تختميه، بس تختميه بتصيري محترفه، فالفن ما بينختم. وانا بعتبر حالي هاوي، يعني انا مجرد شخص بيشتغل باسلوب معين، عنده فكره بتخطر له، بيحب يصورها، بيظهر الامال، البسمه، الضحكه، احيانا الدمعه لنقوي الاراده اللي فينا، فاي فكره بتخطر لي انا بجسدها بصوره او بعمل. نعم. يعني جعفر انت كشاب فتت التصوير بظروف الحرب، يعني قديش واجهت صعوبات ولا كانت بالعكس رغم الصعوبات هي شيء من داخلك نبع فما لقيت في كثير صعوبه؟ هلا اكيد نحن عانينا كثير من تفجيرات، وخاصه بحي الزهراء أكيد. اللي ساكن فيه انا، عانينا كثير من تفجيرات وكثير ناس يعني من اشخاص، الرحمه لارواح كل شهداء، الرحمه لهم وينعاد على اهاليهم، والله يرجع المخطوفين كمان، وان شاء الله العيد الجاي يكون عيد تحرير اخر شبر من في سوريا. فكثير واجهت صعوبات اكيد، في مناطق ما كنا نقدر نفوت عليها نصور، في مناطق تسهلت قدامنا، وكمان الفكره ما يعني مو كل يوم والثاني بتجيكي فكره ممكن، لانه انا ما بحب اصور اي شيء. عرفت كيف؟ بس اكيد. طيب جعفر هلا عم نشوف مع هذا التطور التكنولوجيا كثير سهلت عمل المصور الفوتوغرافي، يعني ايام زمان كنا نشوف العلبه السوداء والواقف لحتى ياخذ صوره وتاخذ وقت ويمكن مشقه على المصور، هلا الكاميرات صارت يمكن بتساعد بتخلق جو اكثر للتصوير، قد ايه بتشوف هالتكنولوجيا عطت فائده للمصور او بالعكس لا؟
اكيد هلا عطت فائده للمصورين يلي بيحبوا التصوير وبيشتغلوا ضمن استوديو معين. انا ما بشتغل ضمن استوديو، انا تصويري خارجي، تصويري ما بيتعلق بالبورتري، ولو انه بصور كثير من الناس بتحكيني على صفحتي الرسميه، بس انا بصور افكار بتخطر لي بس، وكاميرتي ما انا حديثه اكيد، وما عندي معدات تصوير. انا بقولها ما عندي معدات تصوير ولا عندي كاميرا حديثه، انا كاميرتي دي 3200 قديمه كثير يعني. عرفتي شو بستخدمها هي والعدسه، بس دائما التصوير عندي هو فكره. نعم يعني يا جعفر، كمان مواقع التواصل الاجتماعي اتاحت وسمحت لانه الصور توصل، قديش هي شغله منيحه، وكمان هي شغله مو منيحه لانه خلت كل حدا يمتهن التصوير او يصير مصور بدون اي اساسيات، بدون موهبه، بدون اي شيء. هلا اي واحد في يشتري كاميرا صح، بس انه يصور شيء يكون قريب من قلوب الناس ما بظن. العين بتلعب دور؟ اكيد العين، ولازم انت تفكري او تشوفي شيء بس يكون قريب منك، وبيكون قريب من قلوب الناس اكيد لانه اثر فيكي انت. عرفتي كيف؟ ونحن كمان عشنا بظروف، نحن كمان مانا قليله، 6 سنين حرب وست أكيد. سنين دمار. فأنا فكرتي كانت بين هالدمار بدي أعمل فرح، فهذا الشيء يعني هو اللي خلاني بادر ولأعمل شيء أكثر كمان يفرح قلوب الناس. كمان هلأ الأولاد على العيد كمان مبارح أو أول مبارح شفتهم كيف معيدين وصورتهم. ينعاد عليك. طيب جعفر، خلينا نحكي شوي، مثل ما قالت أنت بتشتغل على الفكرة، لهيك أغلب أعمالك اتسمت بأنك بتصور بالمناطق مثل حمص وغيرها من الأماكن، بتصور حماة ديار أبطال الجيش العربي السوري بأماكنهم. هل الحرب رح تكون بس هي محور أعمالك، ولا لقدام ممكن تفكر بشيء تاني؟ هلأ أنا عندي طموح أو عندي مبدأ بشغلي، أنا شغلي قبل وبعد وما بعد. يعني كلنا عانينا من الإرهاب، أنا مصورت تفجيرات أول شيء، صورت أم الشهيد يلي عم تبكي على ابن الشهيد اللي عم تشوفه قدامه عم يشيعوه بالتابوت يعني، وصورت العسكري على الحاجز، وصورت عرس العسكري ما بعد، وهلأ الفرحة. وإن شاء الله هلأ في فكرة حأعملها، بس شوية بدها هيك تنظيم تركيز لحتى تأخذ حقها يعني تطلع مميزة. هي عبارة عن فيلم قصير، وكمان في فكرة كمان هو عبارة عن فيديو راح سجل باستديو. جعفر، لوين حابب توصل؟ أنا حابب أوصل لقلوب كثير من الناس. بس أكيد بنتمنى لك كل التوفيق جعفر، وإن شاء الله سنة عن سنة بيزيد إبداعك وعملك، وبتكون من السوريين اللي قدروا يوثقوا الشيء الحلو ببلدهم والتصدي الصمود. شكرا كثير لك جعفر. الله يخليك، شكرا لكم، بدي عايد عليكم وعايد على قناة الإخبارية وعايد على والدي جندي المجهول اللي بكل أعمالي هو إيدي اليمين دائما. وعايد على أهلنا بالزهرة وبكل سوريا. أكيد بدنا نعايدك وبدنا نعايد أهلك وبدنا نعايد والدك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. وأهلا وسهلا فيك. أكيد بنعايد سيادة الرئيس. أكيد. شكرا كثير لك جعفر. شكرا لحضورك.